الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قامت بتركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية الأوروبية في الهيئة، وده في إطار التعاون المصري الأوروبي الأفريقي في علوم تكنولوجيا الفضاء. المحطة دي هتكون عامل مهم في البنية التحتية لتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من بعد، وهتمثل مصدر للبيانات الدورية المتعددة لخدمة أغراض البحث العلمي. خلونا نعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وهو موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم، لو تقول لنا كيف تخدم هذه المحطة البحث العلمي. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى مصر. صباح الخير على مصر كلها. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه المحطه المناخيه ديت من اهم المحطات اللي تم تركيبها حديثا في الهيئه القومية للاستشعار عن بعد. طبعا لا يخفى على الجميع التغيرات المناخيه، ويمكن احنا شايفين دلوقتي الطقس البارد الشديد البروده اللي ما كانش يعني بيحصل في مصر في السنوات السابقه. فده دلاله على ان فعلا في تغير مناخي وان ليه تاثير كبير على العالم، وفي تغيير للخريطه المناخيه. التغيرات ديت ليها تاثيرات مباشره على الارض في جميع مناحي المشروعات بتاعه التنميه المستدامه، وده لابد ان احنا نتابعها متابعه دقيقه يعني. علشان كده الهيئه القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء نجحت في تركيب هذه المحطه. هي محطه مناخيه بتستقبل من الايسا هاب او من المحطات اللي هي من الاقمار الصناعيه الاوروبيه، وخصوصا القمر سنتينل 1 و2 و3، بتستقبل منها بيانات الاقمار الصناعيه الخاصه بالتغيرات المناخيه زي درجات الحراره وسرعه الرياح ونسبه الامطار واماكن سقوطها وتغيرات الضغط الجوي. الحاجات ديت بيكون لها تاثيرات مباشره على التنميه المستدامه، وخصوصا في مجال الزراعه، في مجال علوم البحار، في مجال الشواطئ ومجال السفن وما شابه ذلك. فلابد ان احنا من توفير هذه البيانات واتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الحيطه وتجنب الاثار السلبيه اللي بتحصل من التغيرات المناخيه. بيانات ادق يعني يا دكتور وعلى مدى زمني اطول. بالظبط كده حضرتك، احنا بنجيب البيانات ديت بشكل دقيق جدا، وعندنا المحطه دي مزوده بثلاثه كمبيوترز اللي هم من النوع فائق السرعه، فبيعمل تحليل مباشر او تحليل لحظي لهذه البيانات واتاحه هذه البيانات. بالمناسبة المحطة دي احنا مشترك معانا في استخدام بياناتها وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال يوزر نيم وباسورد، فكل واحد من مكتبه يقدر يستقي هذه المعلومات ويستفاد منها في المشروعات التي تناسبه. والبيانات المناخية دي متاحة لأي مؤسسة في مصر بتحتاج مثل هذه البيانات المناخية. دكتور محمد، حضرتك انا اتكلمت على يعني اهميه المحطه دي تحديدا في مجالات زي الزراعه وعلوم البحار ومردودها كمان بالتغيرات المناخيه اللي موجوده، لكن يهمنا ان احنا نطمن على البحث العلمي، ازاي المحطه دي هتخدم البحث العلمي؟ طبعا البحث العلمي بدون بيانات دقيقه بيبقى بحث علمي يعني خاوي، لكن في الوقت الحالي الحمد لله احنا حرصنا في الفتره اللي فاتت ديت ان احنا نشيد في الهيئه القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 11 معمل رقمي كلهم معتمدين على التغير الرقمي. ومن اهم هذه المعامل كان معمل التغيرات المناخيه اللي هو رقبت فيه هذه المحطه. المحطه ديت برضه بالمناسبه هي كان في محطه راكبه في الهيئه من سنه 2008. وتم تجديدها بالمحطه ديت من خلال مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي اسمه ناف كوست. والمحطة دي يعني مصر حصلت عليها بشكل فور فري أو بدون أي تكلفة كنوع من التميز العلمي في البحث العلمي اللي تم تنفيذه في هذا المشروع. المشروع دوت مهتم بيه سواحل مصر كلها، وبيدرس تأثيرات التغيرات المناخية عليها، وبيقدم دراسة اللي هي ما يسمى Integrated Coastal Zone Management أو الإدارة المتكاملة للشواطئ المصرية ومراقبة الأوف شورز من ناحية التلوث البيئي او التسرب البترولي. فالمحطه دي اساسا نابعه من النجاح اللي تم في البحث في احد المشروعات البحثيه اللي بتقام. يعني ال11 معمل دول يا دكتور مرتبطين بالمحطه صح؟ لا، ال11 معمل دول بشكل عام مرتبطين بتوجه الدوله المصريه في تطبيق التحول الرقمي في كافه مناحي البحث العلمي. نعم، يعني دول متاحين امام الباحثين ال11 معمل. التغيرات البيئيه ال11 معمل متاحين امام الباحثين. معمل طبعا 11 معمل دول متاحين امام الباحثين، والمعامل ديت بتقدم خدماتها يعني احنا مثلا عندنا النارس اكاديمي
النارس فيرشوال ريالتي اكاديمي او اكاديميه الواقع الافتراضي دي بتقدم يعني علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء للباحثين، ودي معظم طلاب المدارس من سن 12 ل 18 سنه بييجوا يزوروا الهيئه ويتعرفوا على السبيس تكنولوجي والسبيس ساينس من خلال معمل، احد المعامل مثلا الموجوده يعني. نعم. طيب دكتور محمد، احنا بنتكلم عن تعاون اوروبي مصري افريقي في هذه المحطه، هل نقدر نقول انه المحطه دي بدايه لانطلاقه يعني للعلاقات وتعميق العلاقات المصريه الافريقيه الاوروبيه في مساله تطبيقات الاستشعار من بعد؟ ده حقيقي 100%، لان زي ما قلت لسيادتك المشروع نافكوست ده مشروع اساسا ممول من الاتحاد الاوروبي، لكن بينفذ في دول افريقيه، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، يعني المشروع لخدمة أهداف أفريقيا. طبعا مصر لها دور ريادي في القارة الأفريقية وترأست القارة الأفريقية لفترة من الزمن، وحاليا احنا نستضيف وكالة الفضاء الأفريقية في مصر، فمصر لها دور ريادي في أفريقيا. ومن أهم المشروعات اللي نفذت اللي هو المشروع اللي هو نافكوس دوت، اللي هو من خلاله بنقدم الخدمات لدول أفريقية كثيرة مشتركة في هذا المشروع من خلال منصة أو من خلال بورتال تعتبر جمهورية مصر العربية المدخل الأساسي لهذا العمل. صحيح. نعم دكتور، طيب المحطة دي إزاي تقدر الدولة تعول عليها في مشروعاتها القومية اللي بتنفذها؟ هي طبعا المحطة دي زي ما قلت لسيادتك هي بتتابع البيانات المناخية الخاصة بالمشروعات بتاع أهداف التنمية المستدامة، زي التغيرات اللي بتحدث في سرعات الرياح ومعدل سقوط الامطار ودرجات الحراره ونسب الرطوبه، ودي ليها تاثير مباشر في زي ما اتفقنا في التطبيقات الزراعيه، بحيث ان المزارعين بيبقى يقدر يتخذ الحيطه مسبقا لو هو عارف مثلا ان في نوى او ان في رياح شديده هتتم مثلا من خلال جني محصول او تغطيته او ما شابه ذلك. وفي نفس الوقت بتمكن الدوله المصريه من تنفيذ بقى مشروعاتها المستدامه مع متابعه للتغيرات العالميه اللي بتحصل في المناخ. طبعا كلنا عارفين يعني في مؤتمر الكوب 26 اللي عقد في جلاسكو اتكلموا على ارتفاع مستوى المياه في البحار، وان الكلام ده ممكن يكون ليه تاثير على المدن الساحليه، وذكروا بالاسم مدينه الاسكندريه. طبعا الكلام دوت يعني مصر ليست بمنأى ولا يعني ولا كانت بعيده عن الخبر، لكن احنا بنشتغل على الموضوع دوت من عشرات السنين، والدوله المصريه يعني تعلم هذا الموضوع تمام العلم. وممكن كمان يا فندم يتم من خلالها رصد المخالفات اللي بتتم على الاراضي الزراعيه؟ لا، المحطه دي مش هي بالضبط اللي بتستخدم في هذا الموضوع، لكن صور الاقمار الصناعيه الاخرى ومتابعه ما يسمى التغيرات المكانيه، وده احد الانشطه اللي الهيئه بتتميز بيها، بنقدر نرصد اي تعدي على الاراضي الزراعيه، اي تنميه باي نوع بتتم في اي مكان من خلال صور الاقمار الصناعيه، بنقدر نجيب ما يسمى الهيستوريكال داتا او اللي هي البيانات المعتمده على الزمن، ودي بتبين المكان دوت من فتره زمنيه مثلا من عده سنوات كان شكله عامل ازاي، وايه التغير اللي حصل عليه او اللي حدث عليه. يعني مثلا لو في مدينه زي العاصمه الاداريه مثلا تشيد الان، من حوالي 5 أو 6 سنوات كانت العاصمه الاداريه يعني مجرد مشروع على ورق، الان مدينه كبيره وعاصمه اداريه كبيره وجمهوريه جديده، فاحنا نقدر نتابع التغيرات اللي تمت مثلا في مشروع العاصمه الاداريه منذ كانت الارض خاويه الى ان اصبح المشروع حقيقه على ارض الواقع. نعم. ده من خلال صور الاقمار الصناعيه، فدي بنستخدمها فعلا في متابعه التغيرات المكانيه اللي بتحدث على الاراضي الزراعيه في اماكن معينه لما يكون في تكليف من الدوله، ونقدر نحدد بالضبط ما هو التغير الذي حدث في هذا المكان، ومتى بدا هذا التغير، والى اين واصل يعني. طيب دكتور محمد، زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن التغيرات المناخيه، والعالم كله دلوقتي بيراقب مساله التغيرات المناخيه، ومصر تستضيف القمه المناخيه القادمه في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ازاي هذه المحطات الجديده تساعد وتخدم الدوله المصريه في مسالتها يعني وقضيتها في التغير المناخي؟ هو طبعا سيادتك ذكرت شيء مهم جدا، ان مصر والحمد لله نجحت في استضافه الكوب 27 يعني على اثر وجود فخامه الرئيس السيسي في المؤتمر اللي هو كوب 26 اللي كان موجود في مدينه جلاسكو، يعني اعطاء مصر هذه الفرصه يعتبر نوع من الاهتمام البالغ والاعتراف العالمي بقدره مصر العلميه، علشان تبقى ليها دور سيادي او ريادي في يعني عقد مؤتمر للتغيرات المناخيه في الشرق الاوسط، وده يعتبر المؤتمر الاول من نوعه. الحقيقه مصر استعدت استعداد كبير جدا لهذا المؤتمر،
من خلال انها انشات المجلس الوطني للطيارات المناخيه في سنه 2015 كجهه وطنيه رسميه، وعملت دراسات استراتيجيه برضه مناخيه تهدف الى توحيد جهود مؤسسات الدوله ورفع التنسيق فيما بينها. وكذلك يعني اشتغلت مصر على الحد من الانبعاثات الكربونيه، وده من خلال الرقابه الصارمه على المصانع، وبدانا نتوسع في مشروعات خضراء ومبادره احلال وتجديد السيارات، بقينا نستخدم السيارات الكهربائيه وسيارات بتستخدم الغاز، وفي طبعا اداره متكامله لموضوع النفايات واعاده تدويرها والتخلص منها. فمصر من الناحيه العلميه على اساس علمي قوي، ومن الناحيه السياسيه بتطبق هذه المشروعات اللي هي بتحد من الانبعاثات الكربونيه وتقلل من تاثيرها السلبي على التغير المناخي، وبتواكب الشروط العالميه القياسيه في هذا الشان. يعني طبعا ده من خلال زياده الرقعه الزراعيه اللي موجوده في مصر، وكذلك الاعتماد على الطاقه النظيفه او الطاقه الخضراء المستمده من طاقه الشمس او طاقه الرياح، زي محطه دنبان اكبر محطه عالميه للطاقه الشمسيه اتعملت في مصر، وكذلك طبعا منطقه الزعفرانه اللي هي الويند فارمس او المزارع الشمسيه اللي فيها توربينات هوائيه شمسيه، يعني توربينات هوائيه لتوليد الطاقه الكهربائيه من طاقه الرياح. صحيح. دكتور محمد ظهران رئيس الهيئه القوميه للاستشعار من بعد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.